فخلينا بس نروح لسيادة السفير. سيادة السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك كابتن، ربنا يخليك. انا متشكر جدا على الكلام اللي حضرتك قلته، ويعني انا بحيي حضرتك على الـ على الـ على الروح، لانه فعلا الاهلي هيلعب في البلد الثاني ان شاء الله، والهدف مش بس لينا كدوله، وكانديه وكشعب، هو الحفاظ على العلاقات مع المغرب، وانه الماتش ده بالعكس يدعم العلاقات مع المغرب ان شاء الله. بالظبط، يعني كلنا، انا شخصيا لعبت قبل كده في المغرب 20 مره، ولعبت في اجواء يعني قد تكون تنافسيه اكتر من كده، ولكن في النهايه كانت الامور بتبقى جيده جدا، وتبقى كل حاجه حلوه، وكنا بنكسب الوداد، وبنكسب الجيش الملكي، وبنكسب الرجاء، وبنكسب كل الفرق اللي هناك، وهم بيجوا يكسبونا، فكانت الامور وستظل دائما يا سياده السفير. ولكن الكل دلوقتي بينظر ل، انا عارف، للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي دلوقتي او النهارده قال ان في 45,000، دي عدد تذاكر المباراه، 10 اهلي 10 وداد، 20 جمهور عام، وخمسة رعاة. رأي حضرتك في هذا الأمر إيه؟ لا يعني طبعا الحاجات الأول، إحنا أنا موجود في المطار، إحنا طبعا طبعا كابتن خطيب، إحنا طبعا تعليمات الوزارة الخارجية إنه طبعا إحنا مسخرين لهذا الحدث الرياضي للبعثة للجماهير إن شاء الله المصرية، نقدم لها كل التسهيلات اللازمة، نقدم لها كل المساعدة، حطينا آلية لتسهيل دخول الجماهير المصرية في مقر كازابلانكا هنا. ايوه. الفصائح هتكون موجودة بفريق متكامل في المطار وفي الملعب، ومع طبعا الشركات المنظمة للرحلات، وإن شاء الله بإذن الله نأمل، وعندنا أمل، وأنا متأكد إن يوم رياضي جميل إن شاء الله، يعني مكلل بالنصر اللي يعني تأمله تأمله النادي الأهلي بجميع الأهلي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. سيادة السفير، الفيز ازاي انا هاخد فيزا؟ هو حضرتك احنا عملنا الاجتماعات مع الجانب المغربي، وحطينا يعني اليه مبسطه وعمليه جدا، انه النادي الاهلي هو اللي يتولى تقديم القوائم المشجعين اللي هيطلعوا على الرحلات بشكل معين، وصينا به شركات السياحه، يعني قائمه بيبقى فيها الاسم كما هو مضاف، باسبور، بيبقى معاه تاريخ الميلاد ذات القايمة، أيضا بيبقى معاه رقم الرحلة، تاريخ الرحلة، وإحنا في المطار بنتولى إدخاله إلى المغرب وفقا لهذه القايمة. بس يعني موضوع بسيط، أعتقد تم يعني تجربة، يعني تم تجربتها قبل كده في دول ثانية ونجحت. انا الحقيقه بسال حضرتك السؤال ده ليه، لانه انا النهارده قبل ما اطلع ناس كتيره جدا بتكلمني وبتقول لي يا كابتن اسلام كذا، فانا بسال حضرتك اسئله الجمهور، انا قد اكون عارف الاجابه، لكن انا بسال حضرتك اسئله الجمهور اللي بتخليني ابقى متاكد. طبعا يا فندم، انا ببقى يعني ما بقوله اسئله الجمهور وليست اسئله، لانه ناس كتيره جدا تنتظر ان هي تطلع هذه المباراه وتتفرج على هذه المباراه. سياده سفير، الاجراءات عامله ازاي هناك في المغرب؟ لو حضرتك تشرح لنا الامور ماشيه ازاي علشان الناس تبقى يعني اكثر تاكيدا على اي شيء اخر. تمام، انا بس احب اكد انه ارجو انه دايما كل حاجه من خلال النادي الاهلي. طبعا الجمهور العزيز يبقى كله من خلال النادي الاهلي برضه، يعني انا عارف، انا برضه برد على السؤال، انا عارف حضرتك عارف اجابته، بس انا برد عليه عشان يعني الجهه المنوط بها اعداد القوائم هو النادي الاهلي، فنرجو ان اي حد يتواجد في النادي. اذا اي حد او اي جهه اخرى يا فندم هي غير معترف بها، هي الجهه الوحيده النادي الاهلي فقط مع شركتي السياحه لاكي تورز وماسترز. لن جانب المغرب والسفاره لن تقبل اي قوائم يا فندم الا من خلال النادي الاهلي والشركات التي تعاقد معها فقط لا غير. تمام، ده ما تم الاتفاق عليه، هو ده السيستم اللي هيمشي عليه ان شاء الله. واضحه جدا يا فندم، اتفضل. فيما يتعلق بالاجواء بصراحه، هو يعني الاجواء سواء الاجواء الرسميه او الاجواء الشعبيه هي اجواء مرحبه بالنادي الاهلي، اجواء تريد نجاح هذا حدث رياضي كبير، لانه في الاخير هو يعني صوره للمملكه المغربيه، يريدون نجاح هذا الحدث، يريدون صوره حلوه للمغرب، وايضا يريدون ان يكون الشعب الجمهور المصري في بلد الثاني، وبالتالي كل التسهيلات هم بصراحه قدموها فيما يتعلق بدخول الجماهير، فيما يتعلق بالتأمين، فيما يتعلق بعثه النادي الاهلي، كل ذلك طبعا زي ما حضرتك قلت، وحضرتك طبعا ادرى مني ولعبت في المغرب كتير، موضوع التنافسيه
العيله والروح وكذا طبعا ده لا ده طبيعي ده كلها نعم حضرتك لعبت هنا وعارف طبيعي ولكن هذا التنافس الجميل مقابله شعور جميل وفرحات جميل كل ما هو مصري في المغرب خلال الفتره القادمه ان شاء الله. تمام برضه فندم لو حضرتك تكلمنا عن الناحيه الامنيه في المغرب الامور او في هذه المباراه في الملعب يعني ايه اللي ممكن يحصل فيها وجهه نظر السلطات المغربيه في هذا الامر؟ لا طبعا هو حضرتك هنا يعني السلطات المغربيه طبعا سيطر تماما على ايوه على الوضع وليها باع كبير في تنظيم المباريات وبالتالي هم سيكون هناك تامين كامل لبعث النادي الاهلي منذ وصولها للجماهير المصريه منذ وصولها سيكون هناك تامين كامل وتنظيم كامل في داخل الاستاد يكون هناك مدرجات خاصه بالجمهور المصري يتم تامين هذه المدرجات وبالتالي يعني نعمل مع الجانب المغربي على ضمان هذا الموضوع وزيادته ولكن انا اؤكد ان كل شيء ان شاء الله سيكون تحت السيطره وسيكون ان شاء الله عرس رياضي جميل ان شاء الله. ساعة وزي ما حضرتك قلت لنا ساعة وتصل بعثة النادي الأهلي إلى أرض المغرب، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فنحن هننتقلوا إلى فندق الإقامة ثم سننتقل النهار طبعا النهارده هيبقى يوم راحة يعني هننتقل لفندق الإقامة طبعا هذا أكيد في يعني هنقعد مع طبعا يعني الطاقم الإداري طبعا النادي الأهلي نشوف إيه الطلبات نشوف إيه الاحتياجات نشوف ايه الاستفسارات اللي هم عايزين يدوها للجانب المغربي وبعد ابتداء من بكره احنا كفار نتحرك برضه في هذا الاطار وطبعا النادي الاهلي بقى يعني يعني تدريبات وكذا تبدا هل يا فندم ملعب التدريب مثلا ملعب التدريب هل هو قريب من الفندق الاقامه هتبقى فندق عامل ازاي الامور كلها بتبقى عامله ازاي هناك؟ أنا الفندق طبعا هو اختاره النادي الاهلي بناء على تجربه سابقه مع في هذا الفندق يعني الفندق سهل تامينه ده كان ايوه واحد من المعايير الاساسيه ايوه الفريق مرتاح في هذا الفندق وبالتالي برضه قرب الفندق من سواء من ملعب المباراه او من استاد التدريب وبالتالي الفندق مكانه مركزي بصراحه وبالتالي تم مراعاه هذا الموضوع في اختيار الفندق. الاجواء عامله ازاي يا فندم؟ الاجواء عامله يعني هل الجو حر، الجو ساقعه، الجو برد، يعني الدنيا ماشيه ازاي هناك في المغرب؟ لا الجو ربيع يعني جو حتى في خلال الاسبوع اللي جاي مفيش مطر فبالتالي الجو مناسب جدا بصراحه يعني للرياضه جو نعم سيادة السفير يعني طبعا أنا مقدر التعب اللي حضرتك هتكون متواجد فيه خلال الأيام القادمة ولكن أنا عارف دائما أن السفارة المصرية في أي بلد في العالم بيكون لها دور هام جدا 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 مع كل البعثات الرياضية المصرية وبالتالي أنا عارف أن الجهد هيبقى كبير ولكن يعني دائما هنعتمد على حضرتك وعلى كل المتواجدين في السفارة على كل ما يخص بعثة النادي الأهلي فإحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم مبدئيا على الأيام القادمة وعلى البدايات اللي احنا سمعناها من حضرتك يا فندم. والله يا فندم احنا يعني ده شغلنا ولكن احنا بنقوم بيه بمنتهى الحب والتفاني بالعكس احنا مستمتعين بيه وان شاء الله كل ده يكلل ان شاء الله بقى يعني في لقاء بعد الماتش يعني يا رب ان شاء الله كده نحتفل كلنا ان شاء الله. يا رب يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير السفير المصري في المغرب السيادة السفير ياسر عثمان.